صباح الخير عليكم، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتمرن تمرين الباك. اول حاجه هجيب بند زي ده وهمسك، هبدا ان انا احاول ان انا افتح البند لبره بالشكل ده عشان اصعب التمرين اكتر. هبدا اقفل ايدي على البند اكتر. ممكن اخلي البند في مستوى عينيا، فبالتالي هيستهدف العضلات اللور دي، واغلبيه الناس كتير بتبقى محتاجاها لان هي بطبيعه اليوم والحياه انت بتقعد كتير بالشكل ده. بعد كده هنستخدم الدمبلز، هنعمل دمبل رو. ممكن اصعب التمرين شويه ان انا احاول ان انا اخلي ليج ورا وليج قدام، ممكن اصعبه اكتر لو وقفت سنجل ليج بالشكل ده. التمرين اللي بعده ريفرس بالشكل ده. ما ينفعش ابقى ظهري عامل كده وظهري مش قارش، ما ينفعش يبقى فلات، يبقى بالشكل ده عشان ما يحملش على اللور باك. ناس كتير بتشتكي من الام في اللور باك في تمرينة الظهر نتيجة ان هو ظهره سباين من هنا مفهوش موبيليتي. الاكسرسايز ده هيساعده ان ظهره يكون فيه موبيليتي. تاني اكسرسايز الاكسرسايز اللي بعده هيكون ريفرس بالشكل ده. رقبتي بص على نقطة ثابتة، مش بعمل كده او مش بنزل افرد قوي للاخر. ناس كتير بتشتكي من بين بيحصل لها من التمرين ده في اللور باك. الاكسرسايز ده هيساعده ان هو اللور باك بتاعه يكون فيه موبيليتي شوية، فمش هيواجه مشاكل كتير في اللور باك. التمرين اللي بعده لور باك. اول اكسرسايز سوبرمان، ما ينفعش ابقى بعمل بالشكل ده، وما ينفعش ابقى ايد وايد اطلع على جنب اكتر من جنب. بعد كده اللي بعده كده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. أشوفكوا الحلقة الجاية.